وين القهوة؟ أنا بموت من القهر وأنت قاعد تعزف. إيه قاعد تحب أظافرك. أنا قاعد آكل أظافري من القهر. أي قهر؟ واحد يا أبو علي وراح أحط فيديوك. يقول دام أن الكويت ترفض تسقط القروض لازم تفتح باب التبرعات لدول الخليج. حلاوك تيميت. صدق شو الحكي هذا؟ مو مصدق؟ لا والله. شوفه وبرد عليك مرة ثانية. حون. نتمنى تفتحون باب التبرع عشان ندعو الشعب الخليجي يساعد الشعب الكويتي ويطيح عنا القروض. واقول حق حكومتنا الحاليه عظم الله اجرك، وان شاء الله الشعب الخليجي ما يقصر وتجار الخليج ما يقصرون ان شاء الله في مساعدتنا في اسقاط القروض عن الشعب. لحظه ابو علي، هذا ويها مار علي، لا يكون اللي ببالي. ما عرفته. ايش قصدك؟ منو هذا اللي لا يكون اللي ايه اللي ايه بالله ايه اهو والله ابو علي. اي والله افا. اي والله. اوه عرفته. هذا انت؟ هذا يا جماعه الخير من بدايته وهو ماسك العود ويفتر بشارع المطاعم يدق عود حق الناس. الله يا الدنيا، انت قمت تتكلم عن الكويت وان تبي دول الخليج يتبرعون حق الكويت علشان اسقاط القروض. تعال يا فنان تعال، ولا نقصان باخواننا بدول الخليج، لكن الكويت خيرها على القاصي والداني. تعلم يا مطرب السيارات ان دول الخليج ما زالوا يذكرون خير الكويت عليهم، وهذا من طيبهم ترى. بعدين تعال، الديره ثلاث ارباعهم عليهم قروض، لكن يعز علينا ان تطلع تطر قدام العالم. يبان علي قرض، انت عليك قرض؟ علي قرض يغطي جبال. تفضل تطلع تطر يا ابو علي. لا يعز عليك، نفسك تعز عليك وديرتك تعز عليك. حالي مشاكل ان شاء الله تنحل، ولو ما انحلت ما تطلع تقول دول الخليج يتبرعون حق الكويت. احشم ديرتك يا اخي. انا اقترح على الدوله ان تتخذ اسرع اجراء بهالنوعيات من البشر اللي تطيح من هيبه الدوله وسمعه الدوله. يعني يا وجه استح. بعدين اذا انت تحتاج تبرع اطلب لنفسك، ما حد قال لك تكلم بلسان الكويتيين. بعدين مو غريبه عليكم الاطراره، اهل برنامج الكبسو كبسو اتوقع منهم معروفه، انتم متعودين على هالسالفه. فدام انك انت متعود لا تدخل الديره والشعب وياك، طر حقك انت بروحك. انا ابو علي صار لنا سنين نحارب هالبشر عشان نبين ان الكويت فيها ناس محترمه ومحتشمه. تطلع انت تطيح من هبه الكويت بهالكلمتين اللي قلتهم. حبيبي ابشرك الكويت بخير وعز فيها وبرجالها المخلصين وصاحب السمو وولي عهد الامين. الله يطول بعمارهم. الله يطول بعمارهم ان شاء الله. والفساد موجود بكل ديره بالعالم، وان شاء الله يجي يوم وينتهي بالكويت. واذا ما انتهى ما ننزل راسنا ونطر لو شنو ما صار حالنا. وانا اقول خلك بعودك وافتر بسيارتك غن حق الاوادم، ولا تتكلم في مواضيع اكبر منك. شاد حيلك على شنو؟ بالختام الله يعز الكويت. امين. واذا كانت بعيون العالم كانت عروس الخليج فهي بعيوننا يا ابو علي للحين عروس الخليج. ما زالت عروس الخليج، لا انت ولا عشرة من اشكالك اللي يغير هذا الشكل بعيننا. وانت خلك بعودك بسيارتك ها إيه؟ وغن حق الاوادم شارع المطاعم. نحن باغون هنا، نحن باغون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا. نحن باغون هنا، نحن باغون هنا، ومن القلب إلى القلب إلى القلب لنا. نحن باغون.